مرحبا بكم يا أعزائي، اشتقت لكم جدا. من رسمنا المرة السابقة؟ نعم، رسمنا البغبغاء ذا الألوان الزاهية. اليوم سيظهر حيوان ضخم، ولكن لا تقلقوا، هو ليس مخيف. سأحاول تقليده وحاولوا أن تخمنوا. هل عرفتم من هو؟ إذن هل نبدأ قصتنا مباشرة؟ سمع البغبغاء الصوت واقترب الأسد، ولأن قدم الأسد الأمامية مصابة لم يستطع الجري. بينما كان الأسد يمشي للأمام، اصطدم بشجرة صبار ودخلت الأشواك في جلده. وقال البغبغاء الذي رأى الأسد له: أأنت بخير؟ هذا مؤلم، انتظر سأنزع لك الأشواك. وقال الأسد: شكرا لك حقا، بفضلك الآن لم أعد مريضا. قلت قبل قليل أنه لا يمكن الطيران وإيجاد ماء، ما رأيك أن نبحث عن ماء للشرب معا؟ اليوم سنرسم الأسد. نرسم أولا الوجه واللبدة، ثم نرسم الجسد. نرسم الأرجل والذيل. وبعدها نرسم العينين والأنف والفم. ثم هل نرسم الأذنين؟ ثم نرسم شوارب الأسد. وبعدها نبدأ أولاً بتلوين الأسد.
يمكن أن نلون الوجه والجسم باللون الأصفر، كما يمكن تلوينهما بأي لون آخر. أما الأنف والذيل فباللون البني. ثم نرسم الأعشاب في الخلفية أولاً هكذا. ونعد بعد ذلك الألوان المائية. هكذا نجهز الفرشاة وعلبة المياه، ثم نجهز طبق الألوان. نبلل الفرشاة بالماء ونذيب الألوان المائية ونستخدمها. وبالتلوين بالألوان المائية فوق ألوان الشمع ستظهر بشكل واضح. وإذا أصبح الماء غير كاف نبللها بالماء مرة أخرى. ما رأيكم بخلط اللون الأصفر أيضاً؟ لذلك اللون الأخضر المصفر سيصبح فاتحاً أكثر وأكثر.
بتلوين الخلفية هكذا يمكننا أن نشعر بإحساس العشب، وبالتالي يكتمل كل شيء. كيف كانت محاضرة اليوم؟ أصبح البغبغاء والأسد صديقين جيدين بعد أن ساعد البغبغاء الأسد كي لا يصبح مريضاً. لهذا يا أصدقاء، إذا كان بجواركم صديق مريض، ساعدوه ليصبح جيداً. ونتطلع جميعاً لحكاية المرة القادمة. لذا إلى اللقاء قريباً.